أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من ضيف الجمعة. سعيد بالوفاء ديالكم للبرنامج. الضيف ديال هذه الحلقة شخص معنوي يقدم خدمات جليلة لمرضى السرطان بتراب إقليم تونات. يتعلق الأمر بجمعية فيردوس لمساندة مرضى السرطان. في مقابل هذه الخدمات الجليلة كيواجه صعوبات على مستوى الدعم والتمويل، لذلك وجه نداءات وباقي كيوجه نداءات مستمرة للمسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي، سلطات العمالة والمجلس الإقليمي والجماعات الترابية، من أجل دعم الجمعية باش تقدم الخدمات ديالها بالطراد. في هذا الحوار مع رئيسها سي محمد القدوري نقدمكم من جمعية فيردوس. متابعة شيقة أرجوها لكم. في بداية الأخ مجمعة باسمي وباسم باقي أعضاء جمعية فيردوس لمساندة مرضى السرطان بإقليم تونات، نشكرك على هذه الاستضافة التي من خلالها نقدم مجموعة من الأمور التي تهم الجمعية. أما بخصوص السؤال ديالك، من يكون محمد القدوري؟ محمد القدوري طبعا هو ابن مدينة تونات، فاعل جمعوي، عاصرته مجموعة من الفاعلين الجمعويين الكبار على مستوى إقليم تونات ككل. انخرطت في مجموعة من الجمعيات على رأسهم جمعية معطلين، جمعية أرميج بتونات، جمعية الوفاق الرياضي لكرة القدم بتونات، جمعية مقدمة الريف لألعاب القوى بتونات، وجمعيات أخرى، ولكن تبقى أحسن تجربة وأصعب تجربة طبعا هي تجربة جمعية فردوس لمساندة مرضى السرطان، التي نتمنى أن ننجح فيها إن شاء الله. وشكرا. بخصوص فكرة تأسيس ديال جمعية فردوس لمساندة مرضى السرطان بإقليم تونات، طبعا الفكرة مكانتش مدروسة ولا فكرة جات عن دراسة بين الإخوان، ولكن جات كما نقولو بالدارجة جات الراسة. علاش؟ لأن كان ظهرتو على الحالة في تونات اللي هي الحالة المرحوم محمد الفرودي، واللي كان مصاب بسرطان العنق، واللي كان المرحوم كان جا من كتامة، منطقة كتامة، واستقر تونات باش يقرب العلاج ديالو المركب استشفاء الفاس. طبعا نظرا للصعوبات المادية كان المرحوم كتوقف على العلاج، وكان دار واحد الحملة عبر صفحة فيسبوك من أجل المساعدة. حنا كفريق مجموعة من الأصدقاء قمنا بزيارة المرحوم، وجبرنا فعلا في حالة مادية صعبة، في حالة صحية صعبة، بسرعة بشرنا العمل عبر صفحة فيسبوك، واللي تفاعلوا مع مجموعة من الشرفاء، وعملنا على استئناف العلاج ديال المرحوم محمد الفرودي، وحاولنا أنه حتى من خلال الدعم النفسي ديال هذا المريض أنه قمنا بكراء واحد الشقة للمرحوم باش أنه يحس نفسيا أنه مرتاح ويساعدونا العلاج. أثناء المواكبة ديال السي محمد الفرودي الله يرحمه، دارت حالة أخرى، هي الحالة ديال الطفلة اللي فعلا طفلة فردوس 4 سنوات، واللي كان مصابة بسرطان المثانة. عندما قمنا بزيارة ديال الطفلة جبرناها في وضعية مادية وصحية صعبة أيضا، قمنا بنفس الإجراءات اللي قمنا مع محمد الفرودي الله يرحمه، درنا النشر على صفحة الفيسبوك، واللي عاون الشرفاء جزاهم الله خيرا تفعلوا مع هذه الحالة، واستأنفنا العمل ديالها وجهزنا الدار ديال الطفلة فردوس باش تعطيوها واحد التمرين نفسي ويعاونها حتى هي في العلاج. أثناء هذه المواكبة سواء ديال محمد الفرودي ولا ديال الطفلة فردوس ظهروا حالات أخرى كيطلبوا المساعدة. حنا طبعا كفريق وكأصدقاء جبرنا الأمر صعب أنه باش نشرفوا على مجموعة من الحالات داخل إقليم تونات بدون أن يكون هناك تنظيم، يعني أن تكون هناك جمعية.
جات فكرة الجمعية لا ولا لا لا نديرو التأسيس ديال الجمعية، وفعلا أسسنا جمعية اللي طلق عليها الاسم طفلة فردوس، اللي هي جمعية فردوس لمساندة مرضى السرطان بمقر التولات. كنتمنى إن شاء الله على الاستمرارية للجمعية وشكرا. خصوص السؤال ديالك أخو جمعة حول التعب اللي كيمكن الجمعية من تحقيق الأهداف ديالها المسطرة، طبعا كجمعية إقليمية مستقلة، وأثناء التأسيس ديالها أنه فتح لنا الباب أمام المنخرطين والغيورين، كان هناك إقبال فعلا، كان إقبال من طرف ديال المنخرطين، ولكن هذا الأمر هذا ما غطاش للتكاليف المتزايدة على الجمعية في ديال تزايد عدد المستفيدين مستفيدات من الخدمات المقدمة من طرف الجمعية. أما الأمر ديال العائق المادي كان لزامل على الجمعية أنها ترسل للجهات الرسمية كما يعمل جميع الجمعيات، حيث قمنا بمراسلة ديال السيد عامل إقليم تاونات، مراسلة جهات فاس بكلاس، مراسلة مجموعة من الجامعات المحلية على مستوى تراب إقليم. كانت بعض الوعود، كما قمنا بعقد مجموعة من الشراكات سواء مع جامعة تاونات أو جامعة السوق أو جامعة خلالفة. لحد الآن لم تلقى أي دعم باستثناء جامعة خلالفة، أما باقي الشركاء لحد الآن مازال ما توصلنا حتى بشي حاجة، في ديال الانتظار أن يتم صرف هذا الدعم. ولكن البلاد فيها الشرفاء وفيها الغيورين، فيها الناس اللي عندها الغيرة كبيرة على البلاد، سواء من داخل التراب الوطني أو خارج التراب الوطني، واللي بالفضل ديالهم والفضل المجهودات اللي قدموها للجمعية أنه تمكننا من اقتناء سيارة خاصة لحاليا هي اللي كتعمل على النقل اليومي للمرضى من تونات الفاس من أجل حصص العلاج، أو سيارة الإسعاف اللي مشكورين الإخوان أو جمعية تونات سوليداريتي اللي عملت على إرسال هذه الهبة للجمعية واللي كيستافدوا منها مرضى الجمعية. هذا الأمر هذا هو اللي كيخلينا أننا نفكروا وكيحفزنا أن نزيدوا القدام، وأننا نواجه جميع الصعوبات اللي كتلقاها الجمعية، وكما نوجه رسالة للجهات الرسمية سواء السيد عامل الإقليم تاونات أو للجامعات المحلية. خصوصا سؤالك الأخ أبو جمعة حول الحصيلة أو عدد المرضى مرض السرطان بإقليم تاونات، أن الجمعية ما عندهاش واحد الإحصائية رسمية، ولكن كنعتمد على الملفات اللي كتلقاها، اللي حاليا كاين 150 ملف على مستوى دائرة تاونات ودائرة تيسا. للأسف نظرا الضائقة المادية اللي كنعاني منها الجمعية ما قدرتش أنها باش تغطي دائرة ديال غفصي القرية، في انتظار أن المستقبل إن شاء الله خرجنا من الضائقة، أن علاش لما لا نفتحوا دائرة القرية وغفصي. ولكن هاد 150 حالة كتعطينا واحد الرؤية بأن كاين حالات كثيرة مدينة تاونات وإقليم تاونات، لأن حنايا كجمعية كنا كنستقبلوا إلا الحالات اللي عندها رميد، يعني ما كنستقبلوش حالات اللي عندها لا سينسيس، الحالات اللي عندها لاميتيل. يعني 150 حالة أنا شفناها غير ديال 150 ديال الرميد، اللي زدنا عليها الحالات ديال السينسيس ولا الحالات ديال لاميتيل، غنجبرو ربما راه 700 ولا 800 حالة اللي كاينة في دائرة تاونات ودائرة تيسا. أنا كنقول دائرة تاونات ودائرة تيسا اللي مغطية بطرف الجمعية. هذا قفلنا الناس اللي مازال ما عندوش خبر، لأن كاين واحد الجمعية في تاونات كتعنى بمرضى ديال السرطان. يعني كنقول لك أن كاين عدد كبير بزاف يعني في الإقليم، الأسباب اللي وراء هذا المرض
وانتشار هذا المرض بكثره في الانسولات غير معروفه وغير مفهومه. هي في حاجه لواحد الدراسه ميداليه لجوج الحالات اللي جاولها كاين واحد العدد كبير وكبير بزاف من العدد سرطان من سرطان ديال الثدي، وباقي الحالات يعني منتشره لانواع اخرى. لا نتمنوا الشفاء للجميع ان شاء الله. وشكرا. اما بخصوص الاخ بوجمعه حول الرساله اللي كنا نقدمها، هي رساله لكل غير طبعا والجهات الرسميه، ان الجمعيه كتقدم الخدمات ديالها المجانيه لكل الناس اللي داخل اقليم التونات واللي هو في وضعيه ماديه صعبه. كنقول لهم كيف يعقل وكيف يعقل ان واحد المريض اللي هو في وضعيه ماديه صعبه طبعا يقدر باش يواكب العلاج ديالو من خلال التنقل اليومي الى فاس، من خلال قيام مجموعه من الفحوصات الطبيه او السكانير، من خلال شراء الادويه، حيث ان الشخص هذا ما عندوش تاع الاشياء ديال الليلة كما كنقولو في الدرجة ديال العامية. إذا لم يتنجم يفيد جميعا مجموعة من المرضى يتم الحرمان ديالهم من العلاج، الحق ديالو في العلاج، ولكن لا يتم تضافر الجهود من طرف الجمعية من طرف الغيورين من طرف الجهات الرسمية. طبعا نقدروا ان شاء الله نقدروا نوفروا ديال الاستطاعة ديالنا مجموعة من الامور اللي غاد تسهل على هاد المرضى العلاج ديالهم من هاد المرض الخبيث. كما غنقدروا كجمعية بتحقيق مجموعة من الاهداف المسطرة، وعلى رأسهم هو يبقى حلم ولكن هو هدف مسطر، هو بناء واحد البيت فردوس لمرضى السرطان بإقليم تونس. هاد البيت هذا اللي هو حلم غيتوفر مجموعة من المرافق، غيتوفر على جناح خاص بإيواء ديال المرضى، غيتوفر على مرافق ترفيهية المرضى، غيتوفر على واحد الجناح خاص بالعلاج الإشعاعي او سموه المركز الانكولوجي او السونتر الانكولوجي لمالا باقليم التونات. اذا الحلم هذا يمكن التحقيق ديالو بتضافر كل الجهود، ولكن كجمعيه لوحدها غير قادره. دي رسالتنا واضحة للجميع، وشكرا لكم.